بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. نكمل بالدراينج. أخذنا الستاتيك بيد دراينج، وراح ناخذ الموفينج بيد دراينج. أول واحد عندنا نسميه التربو تري دراير، يعني أكو تري وأكو توربين. يتكون من كونتينوس شيل، اللي هي هذه عبارة عن انيولر تريز، يعني فد صواني موجوده بشكل دائري. موفينج بيد دراير، وهاي تتحرك. It consists of series of rotating annular trays arranged in vertical stack، مثل ما تشوفونها هاي الصواني الموجوده، موجوده بشامبر مثل المدخنه، وهذه مرتبه بشكل سلسله. Heat air is circulated over the trays by a turbo type fan mounted in the centers of the stack. تشوفون هذا اللي هنا، هذا هو التوربين فان، وهذا يدخل من عنده الهواء الحار يمر على هاي التريز. Wet mass feeds through the roof of the dryer is leveled by a stationary wiper. هنا شوف هسه هاي الرسمة أوضح من عندها، أو هاي الرسمة منه نفس الشيء. هذا منها راح يدخل الفيدينج اللي هي الباودر مالتي اللي يكون يعني وتد برطوبة عالية، وهنا هذا اللي تشوفونها الزرقة، هذه هي وايبر، يعني فد ممسحة، وأكو ليفلر يسمونه، اللي طبعا هذه تفتر، هذه الصواني تفتر، فمن تفتر راح يمر الباودر هنا، فمثل الفتشي يحدد لي الثيكنس مال الباودر وراح يمر به. The material being dried is pushed through radial slots onto the tray below. بعد ما يجف عن طريق الهوت اير من التوربين، هذا اللي يدخل لنا الهوت اير، فراح الباودر راح ينزل من هذه السلوت اللي موجوده، هذه نسميها اللي هي vertical slot أو راديال سلوت، فراح ينزل على اليمن على الصينية اللي تحته، من هذا من الأعلى، من أول واحد إلى الأسفل، وهم ياخذ له فرة وينزل، وهم ياخذ له فرة وينزل إلى أن ينجمع. Onto the tray below where it is again suppressed and leveled، يعني بالصينية اللي تحته، بالتري اللي تحته، همينه أيضا يبدي يتوزع ينتشر على الصينية عن طريق الوايبر والليفلر، وبعدين ينزل بالسلوت للتري اللي تحته، وهكذا and so on until the dried material is discharged at the bottom، إلى أن ينزل إلى آخر شيء بالدسشارج. الأدفانتج مالت تعتبر عملية يعني هي continuously expose the new surface to the air، على اعتبار من راح ينزل للصينية الثانية راح يتوزع بشكل جديد. Drying rates are considerably faster than the tunnel dryer. أكثر يعني أسرع من ال tunnel dryer. زين. عندنا ال pan dryer. ال pan هو عبارة عن هذا القدر الموجود، ويكون هذا jacketed من الجوانب ومن الأسفل. يكون ال vertical side بشكل عمودي الجوانب مالته، وال flat bottom بشكل مسطح. نشوف شنو هو. يقول indirect type that may operate under atmospheric pressure or vacuum، يعني ممكن يشتغل بالجو الحرارة العادي بدون هذا الليد مالته، وممكن يشتغل بالفاكيوم. It consists of a shallow circular jacket pans with a flat bottom and vertical size. Heat is supplied by steam or hot water through the jacket. فاللي يسموه هو بالبداية indirect type، لأن الهيت سبلاي راح تجي فقط وين؟ بالجاكيت هذا اللي موجود هنا، بالجوانب ومن اسفل. شنو نوع الهيت اللي تقدم؟ يا اما ستيم يا اما هوت ووتر، يا اما ستيم يا اما هوت ووتر، وموجوده فقط بالجاكيت، يعني مو دايركت كونتاكت ويا من ويا الماتيريال مالتي. There is a set of rotating plows in the pan that revolve slowly بشكل اجيتيتر، هذه البلوز مثل المحراث الموجود على مود هذا شنو؟ سكرابينج ذا مويستشر
laden mass from the wall and exposing a new surface to contacts with the heated sides and bottom. تبدي كأنما تجرف لي الباودر تمنع الستيكينج للوال وللسيرفس بصورة عامة وتطلع لي فد أسطح جديدة على مود شنو تعرضها إلى الدراينج. Atmospheric pans rise allow moisture to escape to the atmosphere. يعني بدون الغطاء مالته بدون الليد مالته يطلع المويستر إلى الجو العادي نسميه atmospheric pan. The vacuum in which pan is completely enclosed يعني يغلق بشكل كامل بالغطاء مالته and the vapor be condensed allow recovery of the liquid يعني ال vapor ممكن نرجع نسوي له condensation ونستفاد من ال liquid ف allow recovery of the liquid. The dried material discharges through the door on the bottom of the pan. أكو فتحة موجودة بأسفل البان ممكن نطلع الباودر من عندها. الادفانتج الاجيتيتر سبيد اللي هي بلوس كان بي كنترولد فاست كليننج بسهوله ننظفه سمبل ايمتينج بسهوله ايضا نخرج الماده مالتنا شورت دراينج تايم اند ايزي تو انسبكت يعني احنا نباوع بعيننا ايزي تو انسبكت احنا نباوع بعيننا ونشوف الجف لا ما جف. استخداماته يوز تو دراي سمول باتشز اوف Pest or slurries due to the presence of rotating flows. عندنا النوع الثالث اللي هو الفاكيوم تمبل دراير. احنا اخذنا بالميكسينج اكويبمنت اخذنا الدبل كون. هنا الدبل كون ميكسر استخدمناه سواء راح نستخدمه بالدراينج. بس سميناه فاكيوم تمبل دراير. الهيكليه مالته it is double cone vacuum يعني هذا كون وهذا كون فدبل كون vacuum dryer vacuum is supplied by conventional pump blowers or steam jet يعني يا اما فد مضخه معينه او منفاخ او جت للستيم فيفرغ لي اياه من الهواء heat is supplied by contacts with the heated shell and by heat transfer through the vapor يعني ممكن عن طريق هذا البامب نسحب الفيبر الموجود وبالتالي يساعد لي بعملية كأنما يصير عندي mass transfer بالإضافة إلى أنه الهيت سبلايز عن طريق الشيل مالته التسخين مالته عن طريق الشيل مالته الادفانتج يكون شورت دراينج تايمز لما نقارنه بالهوت اير اوفن اللي هو تقريبا قدرناه تقريبا 12 الى 48 ساعه اذا تتذكرون كان بي موديوليتد باي اتس انكوربوريشنز انتو هاي شير جرانيوليشن ديزاين تو بيرميت مالتيبل ابريتس ممكن نطوره يستخدمونه بالجرانيوليشن لو تمبريتشر دراينج درجه الحراره اللي تستخدم يعني مو كلش عالية possibility of solvent recovery ممكن نستفاد من السولفنت عن طريق هذا الفيبر اللي طلعناه من عنده بالفاكيوم increase rate of drying لأن استخدمنا فاكيوم possibility of obtaining uniform powder ممكن نحصل powder بشكل متناسق كامل كله disadvantage مالته drying rate is heat transfer limited يعني بشكل محدود unsuitable for waxy material لأن راح تتجمع على الوول اوف ذا تمبل. عندنا النوع الرابع اللي هو الروتر دراير. الروتر دراير او نسميه كاسكيدنج روتر دراير. وهذا يكون كونتينيوس يتكون من هاي الاسطوانه، هاي الاسطوانه انكلايند يعني مرتفعه من جانب وناصيه من جانب اخر مائله انكلايند مائله وتفتر. ف يقول slowly rotating cylinder تفتر بشكل بطيء mounted with a slight slope to discharge the material تشوفون هسه هذا السلوب الموجود فتدخل الماتيريال منه وتخرج من هالجانب هذا هذا الميلان مالها يسهل عملية دخول وخروج المواد من عنده ال drying occur by hot air that flow either co-currents or counter-currents with feed يعني الهواء
اللي الهوت اير اللي داخل، يا اما باتجاه حركه المواد او عكس اتجاه حركه الباودر. شلون يعني؟ هنا مثلا اذا فرضنا هذا دخوله وهذا خروجه، يعني بهالاتجاه هذا، يا اما كوكرنت الالة هوت اير باتجاهها، او كاونتر كرنت بعكس اتجاهها. الموفينج اكشنز هير اكر ديو تو حركه الباودر، نتيجه شنو؟ نتيجه الروتيشن اوف سلندر، حركتها دورانها حول نفسها، ونتيجه الانكلينيشن اوف ذا شيل اللي هو درجه ميلان هاي الاسطوانه كلها. الادفانتج تو انكريز ذا دراينج ريس وذاوت انكريزينج ذا هوت اير تمبريتشر. الشيل كان بي هيتد فروم اوت سايد الكتريكالي باي كويل، عن طريق لف اسلاك ممكن يصير عمليه مثل الهيتر على الوول اوف ذا سلندر. Special use for high production rates for large amount، مثل ما قلنا هو ممكن يعتبر continuous. Not recommended for fragile material and for low production rate، مو يعني ما يستخدم للفراجايل ماتيريال وما يستخدم للو برودكشن ريت. Material is turned over and drying take place from individual particles and not from static bed. عندنا البفل اور فلايس ان ذا شيل ماي انكريز ذا ريت اوف دراينج. تشوفونها هسه هاي الحواجز، هاي تزيد لي الدراينج ريت على اعتبار انه تعرض لي نيو سيرفيسز للهوت اير الموجود. عندنا النوع الثالث، اخذنا هسه الستاتيك واخذنا الموفينج بيد دراير، ناخذ نوع الفلويدايزد بيد دراير. أول واحد بي نسميه vertical fluidized bed dryer، vertical fluidized bed dryer، وهذا يكون باتش مو continuous. الكونستراكشن يقول ال hot air pass through a perforated bottom of drying chambers on which the materials to be dried particle or granules is placed. يعني هذا منا هذا الجهاز، هذا منا الالة اير، هذا موجود هيتر، وهنا هذا البرودكت مالتي، وهذا يكون بيرفوريتد بوتوم، بيرفوريتد بوتوم فدبليته معينه وتكون بيرفوريتد، يمر الهواء من تحتها، يمر الهواء الحار من تحتها، فراح يرفع لي هذا الباودر بهذا الشامبر، راح يرفع لي، فمن يرفع لي يطلع لي كانما مثل الفلويد، مثل الفلويد يعني باودر يسبح بالهواء. فهنا من هاي اجت التسميه اللي هي فلويدايز بيد دراير، فما راح يرفع الى يوصل الى درجه معينه وراح يسقط يرجع مره ثانيه وهكذا. The material left and suspended in air become the fluidized state so that we have like fluid. هاي حكيناها. The air induced by fan and heat is to require temperatures by the heater. هنا عن طريق هذا الهيتر نتحكم درجه الحراره. زين. Filter bag at the bottom of the drying chamber so that prevent passage of any fine particles carried by the air. يعني تشوفون هسه هذه اللي هنا، هذه هي فد فلتر باك، فد مرشحات معينه تمنع مرور الفاين بارتكل، ما تخلي لي ولا فاين بارتكل تخرج. Cyclone separators may be used instead of filter bag to separate fine particles from the air. ممكن هنا مكان هذا الفلتر باك يستخدمون في السايكلون، وهاي راح تفصل لي الفاين بارتكلز عن البارتكلز الاخرى. الادفانتج مالتنا الماتيريال بيكم ان انتيميت كونتاكتس وذ هوت اير، يعني يقول يعني بتقارب حميمي مع الهوت اير، الهوت اير يكون محيط بالماتيريال مالتي بالسولت بارتكلز من كل جوانبها، كومبليتلي سراوندز باي ذا اير. Thus efficient drying in short time، لذلك راح يكون drying's قوي وفترة قصيرة. So that it is more prefers than the tray dryers and drying granules، لذلك هو أفضل من tray dryer لأن عملية تصير أسرع وال drying يكون more efficient. And this advantage that the dried product is not so friable، مو كلش asked to produce successful amounts of fine particles through the attrition. الباودر المنتج اللي عندي مو كلش يطلع فرايبل، فلذلك عمليه الاحتكاك بين الباودر وذ ايتش اذرز ما راح تنتج لي فاين بارتكلز.
It can be modified to perform granulation and dry the formed granules. So it will be fluidized bed granulator dryer. هسه هاي الصورة إذا نشوفها نرجع لها هي fluidized bed granulator dryer. Fluidized bed granulator dryer. هاي شنو الفكرة مالتها؟ نجيب الباودر هنا نفس العملية ونمرر الهواء من عندها. بس هنا الهواء يكون مو حار. أو حتى إذا هواء حار ممكن. بس هي تصير على خطوتين. هنا هذا السبراي نوزلز راح ينزل لي يرش لي الجرانيليتنج ليكويد على السسبندد سوليد بارتكلز اللي دفعها الهواء، فراح هذا الجرانيليتنج ليكويد يغطي لي السوليد بارتكلز. بعدين ممكن ورا ما كملت السبراينج ممكن ارجع امرر هواء حار وسسبندد هنا وراح ايفابوريشنز اوف السولفنت الموجود بالجرانيليتنج ليكويد وراح تنتج لي طبقة معينة من الكوتينج على السوليد اللي أريته. فاستفاديت من هذا الفيرتيكال فلويدايزد بيد دراير واستخدمته بعملية الجرانيليشن. نرجع to avoid electrostatic charge buildup and the resultant explosion hazards, fluid bed are provided with static charge grounding device. يعني احنا بتعبيرنا نقول لازم يشدوا له كيبل ارضي على مود يسحب شكو شحنات ممكن تتكون. هاي الهوسه كلها مال الحكي هذا انه نشد، يقول نشد كيبل ارضي للجهاز على مود شنو يسحب الشحنات اللي ممكن تتكون. When the unit is used as granulator، لما نستخدمه هو هذا الجهاز كجرانيوليتر. بالجرانيوليتر the dry gradients are placed in chamber and fluidized while the granulating liquid is sprayed onto the bed causing the particles to agglomerate into granules. At the end of granulating cycle the granules are dried by heating the fluidized air. نفس اللي قلت لكم عليها بشكل خطوتين. الخطوة الأولى ندفع هواء عادي ونرش الgranulating fluid فراح يشكل granules، يحيط الجرانيوليتنج فلويد بالسوليد بارتكلز فراح يشكل الجرانيولز. والخطوه الثانيه امرر الهواء الحار واجفف هذه الجرانيولز، يعني كاستخدمه كدراير. عندنا النوع الثاني من الفلويدايزد بيت نسميه هوريزونتال فايبريتنج كونفير دراير. هنا الهيتد اير، شوف هو هذا الجهاز، الهيتد اير از انتروديوسد انتو ذا تشامبر اللي هو هذا التشامبر، هذا التشامبر بيلو ذا فايبريتنج كونفير ديك اند باسس اب ثرو ذا بيرفوريتد اور لوورز كونفينج سيرفيس. يعني تشوفون هسه هذا التشامبر، هذا التشامبر، وهذا هو الـ conveying vibrating deck. هذا الموجود يهتز ويكون perforated، فمن داخله راح يمر الهواء، من داخله راح يمر الهواء وهو vibrating، هو يصير بعملية اهتزاز أيضا على مود يعرض لي إلى surface جديد، وراح يمر من خلاله الهواء. يا إما هو perforated يا إما أكو فد lovers يعني معينة، فد فتحات معينة موجودة بالسطح مالته and into the exhausted hood. فهنا هذه exhausted duct وراح يطلع عن طريق exhausted hood وأكو lovers موجودة. زين. Fluidized bed of uniform density and thickness is maintained in any given drying zones by vibration. يعني هنا مقسمة هذا الشامبر، هذا مقسم إلى زونات، مقسم إلى زونات مناطق معينة، وهسه نجيها شلون مقسمينها إلى زونات، شلون تحكموا بيها. يقول كثافة الباودر مالتي والثيكنس الموجود هنا ممكن أتحكم بيه بكل زون حسب يعني حسب أنا شو أريد. مثلا هنا بهاي الزون أريد أزيد، مثلا وصل مثلا على سبيل المثال لو قسمناه هو ثلاث زونات أو أربع زونات، وصل ثالث زون وحسيت بي أنه بعده ما
ما صار بي درايز، شلون اقدر يعني ازيد الدراينج بهاي الزون وهكذا. زين الريزيدنس تايمز ان اندراينج زون از كنترولد باي، يعني فتره بقاء الباودر بالزون اقدر اسيطر عليها عن طريق length of the zone، طول هذا الزون is good. Frequency and amplitude of vibration، الاهتزازات وعددها وقوتها موجودة بهذا الزون. و use of dams، فد سدود معينة موجودة بهذا الزون ممكن أنا أثبتها أو يعني أرفعها أو أدخلها وهكذا. فهنا أتحكم بفترة بقائه بأي زون، وبالتالي اقدر مثلا اذا شفته بعد يحتاج لدراينج او شفته مثلا ما يحتاج له وهكذا. اخر نوع عندي اللي هو نيوماتيك دراير. نيوماتيك دراير عندنا سبراي دراير، فلويد از فلويد تو بي درايد سوليوشن او سسبنشن از اتومايزد تو فيري فاين دروبلت، يعني تشامبر معين اجيب الفلويد مالتي. هالمره عندي فلويد ما عندي باودر واريد ارطبه، لا عندي فلويد واريد اطلع من عند الباودر، يعني الفلويد يا اما عندي سوليوشن او عندي شنو سسبنشن واريد اطلع من عند الباودر مالتي، فاجيبه اسوي له سبراينج عن طريق نوزلز بهذا الشامبر انتو ذا هاي فيلوسيتي موفينج ستريم اوف هوت غازز اوف فيري هاي تمبريتشر. راح يمر عليه تيار سريع من الهواء الحار او غاز معين ودرجه حرارته جدا عاليه. The drops dries into mostly spherical particles، وغالبا تتحول الدروبس الى شنو يعني عن طريق هذا الرشه عن طريق هذا النوزل spraying it through this nozzles وتعرضها للهواء راح تتحول الى شكل سفيريكال. Separation of particles from the air is usually occur by the use of cyclone separator، عن طريق السايكلون نفصل الفاين بارتكلز اللي نسميه primary collector because the possibility of carrying out the dried particles is very high. يعني يقول احنا عمليه فصل البارتكلز الفاين بارتكلز عن طريق السايكلون، لأن يعني احتمالية أنه تندفع مع الهواء وتنجمع ويا البرودكت اللي يتحصل بنهاية الشامبر كبيرة. Thus the drying product collects from the cyclone and semi cyclone product. The dried product collects from the drying chamber at the bottom and semi chamber product اللي تجمع بأسفل ال الشامبر نسميها chamber product. المنتج النهائي هو عبارة عن خليط من الشامبر والسايكلون product، وهذا هو spraying. هذا هو الأباريتس مال spray dryer. نشوف هنا مثلا رقم واحد اللي هو الفيد الماتيريال مالتي، رقم اثنين centrifugal atomizer اللي هو هذا رقم اثنين، الثلاثة drying chamber اللي هو هذا drying chamber كله، أربعة إلت air filter هذا، خمسة air supply supply fan هاي، هذا خمسة air supply fan، وهنا الهيتر وهاي الدكت مالتنا اللي تنقل لي الهوت اير للتشامبر مالتنا، وثمانية ادجستبل اير ديسبنسر اللي هي هذه اللي هي هنا تقريبا النوزلز الموجودة، تسعة الكولينج اير فان هذه اتحكم بحرارة وبرودة ال لان هسه ممكن احنا نستخدم هسه نشوفه ممكن بالكولينج ايضا نستخدمه، عشرة شامبر برودكت هذا هنا يجمع المنتج مالتي في نهاية الشامبر فأسمي الشامبر برودكت. زين 11 سايكلون برودكت هنا، هذا السايكلون ممكن يجمع للفاين برودكت راح أسميه هنا بهالشكل هذا لأن هي فاين بارتكلز وراح تجمع لهنا عن طريق هذا السايكلون منه فأسميها سايكلون برودكت،
و12 اكزوست فان اللي هي تطلع لي الهواء غير مرغوب فيه. Spray dry product. When liquid droplets subjects to hot air, the surface liquids quickly evaporates, forming solid shell around the droplet. يعني يقول الدروبلت لما تتعرض إلى حرارة عالية راح السطح مالتها يكون لي مثل الغشاء، الغشاء صلب حول الدروبلت. الهيت diffuses through this shells to the interior liquid which will evaporate. تبدأ الحرارة بعدين تنتقل عن طريق هذا الشيل اللي يتكون مال السفيريكال اللي تكونت الدروبلت إلى داخل الدروبلت. If the shell is elastic and permeable, the diffuse vapor through the shell which results in swellings of shell thus producing intact hollow surface. يقول إذا هذا الشيل اللي يتكون حول الدروبلت يكون elastic و permeable، الفيبر نتيجة انتقال الحرارة إلى داخله داخل الدروبلت، الفيبر راح شبيه يخرج من هذا الشيل فراح ينتج لي مثل يعني swelling of the shell، يبدي ينتفخ هذا الشيل فراح ينتج لي intact hollow spheres النوع الأول مالتها، يعني spheres مجوفة من الداخل. زين النوع الثاني يقول if the shell is not elastic and impermeable، يعني مو إلاستيك ولا يسمح بمرور المواد، it ruptures thus producing either fragment or ruptured spheres or spheres with bud. The product will be mixtures of all them. المنتج النهائي راح يكون خليط من هاي الأنواع الأربعة. استخدامه drying heat sensitive material. استخدم المواد اللي تكون تتأثر بالحرارة. The feed is atomized as very fine droplets that are in intimate contacts with air so that use surface area thus very rapid seizes and mass transfer thus very rapid drying. بما أنه الهواء الحار يحيطنا بالدروبلت فراح يصير بعملية drying بسرعة، فلذلك بما أنه بسرعة كمية الحرارة اللي تعرض لها المواد راح تكون فترتها قصيرة فما راح تتأثر بي. The short time of drying process allows the use of the air with higher temperature without affecting the heat sensitive material. تسمح لنا على اعتبار أن الفترة قصيرة عملية drying تسمح لنا باستخدام الهواء بدرجة حرارة عالية بدون أن يأثر على المادة اللي تأثر بالحرارة. The air streams has very high velocity. سرعته عالية. بعد يقول changing the physical forms of material for use in tablet and capsules. يعني بعض الماتيريال موجودة يا إما على شكل solution يا إما على شكل suspension، فإحنا نريد نصنعها على شكل tablet أو كابسول. فشلون نسويها؟ لازم نسوي لها عملية spray drying على مود نحضرها على شكل tablet أو على شكل كابسول، لأن يعني لازم نحولها إلى solid. وهي موجودة بالأساس يا إما بشكل solution أو suspension، وباستخدام spray dryer ممكن نستفاد من هالجهاز هذا. Also the products of spray dryer spherical particles. المنتج مالتي راح يكون أكثر شيء اللي قلنا الشلو أو هلو سفير تكون دائرية، فراح تكون إلها very high flowability and compressibility thus high suitable for preparing tablet of capsules. وأكثر مثال عندنا اللي هو الديلوانت اللي نستخدمه بالتابلت مانيفاكتشرينج نسميه سبراي درايد لاكتوز. سبراي درايد لاكتوز الفلوبلتي جدا ممتازة، الكمبرسابلتي جدا عالية، نستخدمه بالدايركت كومبريشن، يعني فد شيء مفيد جدا. بعد encapsulating solids and liquid particles. شلون يعني للسوليد particles؟ The solid particles are suspended in solutions of a coating agents and atomized in spray dryers to be dried by hot air. Solvent or solutions evaporate, leaving a coat of the coating agents around each particles. يعني نقول نستخدمه عن طريق نغطي ال solid particles بكوت معين. شلون؟ أجيب الباودر مالتي وأسوي له suspending وين؟ بالكوتينج الكوتينج ليكويد كوتينج سوليوشن،
وبعدين اسوي له اتمايزيشن بالسبراي دراير، فراح يجف، فراح يتكون لي فد كوت حول السوليد مالتي، وهذا ممكن استخدمه يعني مثلا عده استخدامات، ممكن سستيند ريليز، ممكن بروتكشن فروم ديجراديشن بالستومك، وهكذا حسب الكوتينج ليكويد الكوتينج ماتيريال اللي استخدمه. زين اوف ليكويد دروبلت، يعني شلون اسوي الكوتينج للليكويد دروبلت؟ يقول اويل دروبلت ار ايمالسيفايز ان ووتر، نسوي لها الاويل دروبلت نسوي لها ايمالسيفيكيشن ويا الووتر باستخدام الاكاشيا جام كايمالسيفاينج ايجنتس اند اتومايز ان سبريد رايس تو بي درايس، وراح تتكون لي طبقه كوت من الاكاشيا جام حول الدروبلت مال الاويل. فهسه هنا قدرنا نستخدمه كانكابسوليشنز للسوليد، وقدرنا نستخدمه كانكابسوليشنز المن للليكويد دروبلت. الكوت ممكن يكون ماسك اودر اند تيست امبروف ستابيليتي انتريك كوتينج سستيند ريليز، وهكذا حسب الكوت اللي استخدمه. بالسبراي دراير ممكن استخدمه فور سبراينج كونجيلينج اور تشيلينج، congealing or chilling. شلون يعني؟ يعني أجمد هالمرة، مو أعرضه إلى حرارة عالية، لا. وإلمن أستخدمه، يقول solid particles are suspended in a melted coating agents هنا wax of low melting points، يعني أريد أغطي solid مالتي أغطيها بwax، فهنا أذوب الwax واسوي لها suspended solid particles بهذا الwax material، وبعدين اسوي لها atomization، وهنا اعرض الستريم of cold air، مو of hot air، لا of cold air. الcoating agents congeal forming a coat around each particle، يعني هذا الwax اللي راح يجمد فراح يكون لي في الطبقة حول كل particles. requires high ratio of coating agents to the coating material، يعني الكوتينج ايجنتس نحتاج نسبته تكون اكبر من السسبندد بارتكلز. عندنا الفلاش دراير نفس المبدا بس هنا شويه باختلافات. المويست سوليد ماس السسبندنس ان فايل ديفايدد ستيتس، اول شيء المويست مايست المويست سوليد اللي اريد اجففها اقلل السايز مالتها in a high velocity, high temperature air stream. Suspended in fine divided states in a high velocity, high temperature air streams. وهنا من اسمه flash dryer، لأن عملية شايفين الفلاش مال الكاميرا على السريع، العملية راح تتم على السريع، لذلك سموه flash dryer. The attrition exposes new surface for more rapid drying. الاحتكاك بين البارتكلز مع بعضها راح يقلل particle size ويعرض لي إلى سطوح جديدة لعملية drying. Dried fine particles matter passes with the air to cyclone. يعني هنا هاي عملية اللي هي هذه بالبداية نسميها wet stage cyclone، وبعدين هنا dry stage cyclone، وهكذا. فراح يتعرض لي إلى راح يتعرض لي الجرانيولز هنا إلى عملية تجفيف، وهنا عملية ميلينج راح تصير أيضا تقلل السيرفس مالتها، وراح يتعرض إلى عملية تجفيف ثانية بهاي المنطقة. The drying process is referred to as flash drying because the drying time is extremely short. وقت الدراينج جدا قصير، فلذلك نسمونها flash drying. Some of the dried material is mixed with the wet incoming solids to make it easier to mull. يعني هنا يسيطرون عليها بحيث هنا عملية التجفيف ما راح تكون كاملة، على اعتبار انه يعني يخلوا له يعني تبقى ماتيريال جافة وماتيريال خلينا نقول مو جافة، فعلى مود تسهل عملية الملينج. اخر نوع اللي هو specialized dryers اللي هو المايكروويف. المايكروويف هي الانرجي from microwave is converted into internal heat by interaction، تتحول إلى الطاقة داخلية عن طريق التداخل مع الماتيريال نفسها.
وهذا يسمح لنا رابد هيت ترانسفيرز ثرو اوت ذا ماتيريال، عمليه نقل الحراره الى الماتيريال، which in turn can lead to rapid drying، فراح تسرع عملية الدراينج. The heating effect is produced by the interaction of the rapidly oscillating electrical fields with the polarized molecules and ions in the material. يعني من نعرض الماتيريال الى حقل كهربائي متهزهز وسريع rapidly oscillating electrical field، فراح يسوي لي عملية polarization للماتيريال، عملية استقطاب، يعني يتحول بولر ونون بولر جزئين بها، فيصير عملية polarized، والأيونز تداخل مع الأيونز الموجودة بالماتيريال بالباودر مالتي. زين. As the field reverse polarity، لما الفيلد تنعكس، لأن هو عملية الميكروويف تبدي صعود ونزول صعود ونزول، فتنعكس البولاريتي. It relaxes فترتخي المادة and allow the molecules to return to their random orientation. مكان ما المادة كانت polarized راح ترجع بشكل randomizations ما محدد البولاريتي مالتها. فgiving up the stored potential energy as random kinetic energy، فراح تخزن البوتنشال انرجي على شكل طاقة حركية أو على شكل heat. Mass transfer is results from pressure gradients due to rapid vapor generations inside the material. فراح يختلف ال vapor pressure بداخل الماتيريال على اعتبار حرارة تكونت داخله وvapor تكون داخله، فراح ينتقل ال vapor إلى سطح الماتيريال. Material to be dried are placed on a conveyor belt، يعني فد conveyor belt، يعني فد شريط متحرك. إحنا مثلاً بالأوفن العادي فتشي يكون rotating surface، يعني هو قريب للconveyor belt، and conveyed through the microwave applicator. The hot air is used simultaneously with microwave، أيضا يستخدم hot air مع الميكروويف to sweep away the moistures، على مود شنو يسحب لي الموستures evolving from the surface of the material being dried، اللي تشكل على سطح الماتيريال. Microwave avoid high surface temperature, case hardenings and solute migration. Microwave vacuum dryings at low pressure. يعني لو كان الميكروويف يستخدم الفاكيوم، فالفاكيوم اللي هنا اللي يستخدمه at low pressures and moderate temperatures can be used for drying thermorabile material. هذا والحمد لله رب العالمين.